مشاهدي شبكة ان سي ان وقناتنا اللايف، صباح الخير على حضراتكم. النهاردة الجمعة 25/5. لو كان حد قال لنا ان 25/5 دوت في اي يوم من ايام حياتنا هنبقى قاعدين كده الصبح كلنا بنتكلم وبنقول لا ما هو اصل المرشح الفلاني كان ممكن يكسب، بس المشكله ان فرصه ما كانتش متوافقه. لا اصل انا مش متخيل ان المرشح الفلاني اصلا خد اصوات. لو كان حد قال لي كده من سنتين مثلا، يعني او سنتين ونص، عمري هقول عليك كذاب وانت راجل خيالي وكده. لكن فعلا احنا بنعيش فعلا لحظه تاريخيه جدا، واعتقد احنا كلنا بغض النظر عن مين مرشحه ممكن يكون متقدم او مين مرشحه طلع بره السباق خالص، اكيد سعداء. صباح الخير يا مي، صباح الخير يا ايمان. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا شريف، صباح الخير يا مي، صباح الخير ليكم كل مشاهدينا. وزي ما شريف قال احنا بنعيش دلوقتي في مصر يعني حاجه ما عشناهاش يعني تقريبا طول عمرنا، وكل المصريين فعلا مبسوطين جدا وبنعيش حاله يعني غريبه كده، وفي ديمقراطيه وفي ويعني انا مثلا واختي كل واحد فينا ليه راي، وده ما كانش موجود اصلا. ما كانش يعني كان في حد واحد بس اللي موجود، وما كانش ليه حد ليه راي في اي حاجه. فده حاجه يعني جميله جدا من نتائج الثوره. وهنشوف معانا ايه النهارده. انا لازم اصبح بعد المقدمه الجميله اللي قلتوها. صباح الخير على كل بيتابعونا مره تانية، ويعني مبسوطه جدا بالتفاؤل اللي انتوا فيه، بالسعاده اللي انتوا فيها. بس هي في الاخر هي اكتر ساعات توتر ممكن تكون بتعدي على الشعب المصري كله. في ناس من امبارح بالليل عينيها ما غفلتش ولا لحظه، كل واحد مستني فعلا يشوف مرشحه رايح فين، مستني يشوف النتيجه النهائيه هتكون ايه. امبارح بالليل على احد القنوات الخاصه كان المستشار حاتم بجيت وقال ان النهارده قبل صلاه الجمعه النتائج الاوليه هتظهر. فيعني لحد صلاه الجمعه النهارده مش عايزه حد يغمض عينه. ربنا بقى يدعو بقى يعني كل واحد عنده مرشح يدعي له في الاخر، يعني ربنا يكتب يعني كل حاجه. المهم بعد صلاه الجمعه يحصل ايه؟ يعني مهم يعني ان احنا نلتزم بنتائج الانتخابات ونلتزم بالديمقراطيه. أيوة لازم، مش برضه عايز أكتب في حاجة. أيوة. يعني لو ما في مرشح يكسب يعني بقية الناس ما تزعلش وخلاص، وعايزين البلد تقوم ونهدى ونستقر. وبعدين ما عجبناش يعني بس بعد ما نجربه ونديله فرصته، مش نديله فرصته شهر. يعني البلد فعلا في انهيار ولازم يعني يتهد كتير. يعني احنا كنا يعني أصلا في انهيار بعد الثورة، في حاجات كتيره جدا باظت، وفي حاجات كتيره جدا المفروض تتعمل. فنهدى ونستنى على الرئيس اللي جاي ونديله وقته. بس نعرفه الاول هو على العموم لسه بعد الفرصه 24 ساعه يكون فيها طعن لاي من المرشحين، وبعد ما يكون في طعن هتعلن النتائج النهائيه، وحتى لو في اعاده او ما فيش اعاده يعني كلنا مستنيين نعرف مين الرئيس الجديد. يومنا مش بعيد عن الانتخابات الرئاسيه، هيكون معانا فقرات عن هذا الموضوع. لكن خلونا نروح لفاصل ونرجع على طول مع فقره الصحافه، وخليكم معانا. نهاركم من اسعد النهارات اللي شفناها في مصر، وان شاء الله خير. خليكم معانا.